نسيم. نسيم not bad حلو
الو مرتاح على المسرح ومهضوم وكل شيء؟ انا بلشت ازهق منك يعني، اني زيت صاروا وبحسك تضحك بس وقت تغني، وقت توقف غنى دغري بتجقر يا جازه تعمل هيك يعني كذاب، عم تكذب علينا يعني. يا كون مبسوط بالغنية فاتة، يا ما تمثل هالقد، تمثل مبسوط وانت مبسوط، حسك على طول لاحظت فيها يعني. هدول قصص عم بحكيك اياهم اليوم، بس اني هدول تراكم متراكمين معك قبل. راقب حالك، واذا بتشوف شوي لورا بتطلع انت عم بتغني بتمثل انك عم تضحك، فيها تكون برافو بتغزل حالها، بس كمان كمل كمل الكذبه على الناس يعني، ماشي الحال ضحك وكمل ضحكتك حتى لو وقفت مغنى. لنحس انك مزبوط فيك بالغنيه، بتغني هيك وبعد شوي بدغري بتجقر. انا بلشت ازهق منك، بحس هني زيتهم صاروا يعني. انا توقعت منك تقول شيء شيء ليالي بالاخر هيك مهضومه، بس ما قالت، هي قالت فظيعه. بس نسيم ما عندك شيء دايرينج، هن زيتهم صاروا صاروا دايرينج يعني، ما في شيء جديد. بلشت ازهق منك يعني، حتى 12 برايم زهقت منك يعني، بطريقه المغنى عم بحكي، مش انت شخص شكلك على المسرح حلو، شو بيقولوا بريزنس تبعك لذيذه محببه، بس فيها شويه فيكنس. قلت لك موضوع البسمه والضحك وهيك، والبسمه على وجهك، المغنى صار هو زيته عم يتكرر بيخ يعني. يعني برجع بقول لك الخامه من عند ربنا مش من عندك، فهيدي حلو احلى شيء فيك. مطلوب منك شيء زياده بالمغنى بالاداء، في حركه بتعملها، شيء جديد لازم تعمله، ما تتكل بس انه انا خامتي حلوه وبغني حلو، مش كافي، بدنا شيء هيك بعد اكثر انترينج. يمكن الاساتذه لو مبين لهم اكثر انه انت بتقدر تروح اكستريم او تروح لمحل ثاني يمكن اخذوك. اختيارات الاغاني يمكن عم بيحدوك، عم بتقول لي شو الجديد. هذيك مره سالتني السؤال، في واحد يشتغل على حاله، في يعمل تريك بصوته، في يشتغل على طول يخلق فكره جديده يعني بالمغنى، يمكن باختيار الغنيه. اذا الاساتذه اعطوك كذا تشويس، تنقي شيء غنيه تحس حالك انه بقدر اطلع من حالي، بقدر غني شيء مش يعني، بحسك بتغني كل اغاني ذات الطريقه، هي غنيه سهله. دا 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 اوكي اعطيتها فليفر، بس بعدك بحس نسيم يعني، كل ما تحطك بتغني ذات شيء، ما عندك شيء هيك محل دايرين، ما عندك شيء بنقز، ما عندك شيء جديد. انا بدي شيء جديد، بطل بدي اسمع واحدة بغني صح. يا اخي كل اللي بفوتوا على على بتعلم لك واحد اربع خمسه كورس بمغنى بصير يغني صح يا اخي، مش مرجلي، بتعطيه كم اكزرسيس يعملوا البيت بصير يغني صح، بس مش الهدف نغني صح، الهدف نغني من قلبنا، الهدف نحس يوصلنا احساسك او ونحس انه هذا الزلمه عنده شيء مميز لحبه. انا اذا طالع بكره للعالم انه انا صوتي حلو خيي وشكلي حلو محبب على المسرح وبغني صح، مش هذا المطلوب يا حبيبي، مطلوب يكون عندك شيء زياده عن الموجودين لنبقى نتعاطى معك ونحبك ونتعاطف معك اذا انا عندك شيء حلو، وندعمك ونصير مستمعين لك ونتسمع عليك ونتسقف. يعني جديد فيك ما في، في انسان هو زيته عم بيكرر حاله صار له 12 برايم. هاي من الاخر، صوتك حلو بتغني حلو على راسي، بس مش هذا المطلوب. برجع بقول لك اعطيتكم اكزامبل ورح ارجع اقول، في اشخاص موجودين بالساحه الفنيه من هون العالم العربي صوتهم هالقد اصغر من صوتك، يمكن بقى انت صوتك اقوى منه بكثير، بس عنده كاريزما، بيعرف يستعمل، بيعرف تريك وبيعرف يلعبها صح، وبيعرف متى ينزل غني وبيعرف يختار غني. يعني كل هذا الباكج بدكم اياه، ناقصك بتغني كل اغاني مثل بعضها، وهذا الشيء ضدك مش